مباشرة نروح للرياضة لأنه ضروري أكيد يكون عندنا جرعة من النشاط. الكابتن مجدي طه وبعدين نرجع لكم للاستديو، خليكم معنا. صباح الخير لجميع مشاهدينا في مملكتنا الأردنية الهاشمية الحبيبة. جئنا لكم من جديد مع تمارين ونصائح صحية ونصائح رياضية وتغذوية بتهمكم إن شاء الله في حياتكم اليومية، سواء في البيت زي ما حكينا أو حتى في الأندية. بنتابع موضوعنا السابق إن شاء الله عن هي التمارين المقاومة أو التمارين باستخدام الأوزان. زي ما حكينا المرة الماضية بنأكد على المعلومة الثانية إنه جزء ما بفرق إيش هي المقاومة اللي أنت استخدمتها، سواء وزن خفيف في البيت، علبة، أزاز مي، دمبلز، بار، حجر، واتيفر. المهم أنك تعمل وتؤدي التمرين بطريقة سليمة وصحيحة باستخدام التكنيك السليم باستشارة المختص بهذه الأمور. اليوم حنحكي ونتابع عن هذا الموضوع. المرة الماضية احنا حكينا عن البارات واستخدام البارات، سواء الايزي بار او الستريت بار او الاولمبي، او استخدامها بطريقة اللي احنا بنشوفها مناسبة مع استشارة اللي هو اخصائي الصحة واللياقة البدنية. هذه البارات زي ما حكينا المرة الماضية استخدمناها ببعض التمارين، اعطينا امثلة على هذه التمارين كان نستخدمها فيها وكيف كان نستفيد فيها وكيف كان نستخدمها لتقوية جسمنا وتقوية المفاصل والاربطة الموجودة عندنا. اليوم نتابع على هذا الموضوع باستخدام شيء ثاني، تمرينات مقاومة ثانية باستخدام تمارين ثانية. اليوم حنحكي عن الدمبلز اللي هو الشيء الاساسي اذا بتروح انت على اي نادي موجود في العالم. الدمبلز عندنا اوزان يعني تتراوح من ال1 باوند، 1 باوند يعني نص كيلو، لحد الاوزان بتوصل عندك 70 و80 و100 كيلو. انا اليوم اعطي مثال شيء بسيط، 5 باوند، 10 باوند، ال15 وال20 باوند. طبعا في عندنا اوزان اعلى، احنا حنعطي امثله عليها وكيف بامكاننا أن نستخدمها. طبعا هلا شو بدي استخدم وزن؟ كثير والناس عم تيجي على النت تحكي لك انا بدي ابلش، شو ابلش الوزن اللي اعمل فيه التمرين تبعي اللي انت بتعطيني اياه. كل شخص عنده مقدره، كل شخص عنده قدره معينه، قوه معينه حسب طبيعه حياته، حسب الجينات تبعته، حسب تغذيه وفترات الراحه تبعه. الان هذا الشخص يجي على النادي له بلان، خطه معينه بكل ما شاء مع الكوتش تبعه، شو كانوا يعمل، شو كانوا يسوي تمارين. هذا البلان او الخطه اللي هو ماشي عليها طبعا بتكون مدروسة مش عبثية، بيكون ماخذين المقاسات تبعته، الأهداف تبعته، الهيستوري تبعه، التاريخ تبعه، إذا كان في عنده أمراض، إذا كان عنده مشاكل صحية، أو شو الهدف تبعه، يخف وزن، يزيد وزن، يرفع اللياقة البدنية تبعته. على هذا الأساس، على هذا الأساس نحط البلان، نحط الخطة تبعتنا، نحط التمارين، نحط الأوزان اللي ممكن إحنا نشيلها. اليوم هنحكي عن هذا الحكي، الأوزان اللي ممكنك إنك تعملها والتمارين ممكنك تسويها وكيف تستخدم هذا الدمبلز. شيء رئيسي لازم نبدا فيه بهذه الاوزان، اول شيء الشيء الصحيح او الطريقه الصحيحه اللي انت لازم تحمل فيها هذا الوزن، لا تتحمس. كثير الناس بتيجي على النادي تتحمس تروح على اعلى وزن انها تشيل فيه، وبالتالي ممكن يتسبب باصابه، ممكن خلينا نحكي ما يؤذي نفسه، يوع عليه الدمبلز او انه يقتل المفصل تبعه او العضله تبعه تصيبها تمزق لا سمح الله. لذلك لا تتحمس كثير لما تروح على النادي، روح على المدرب اسال شو عمل، شو الوزن المناسب اللي اشيله، وشو البلان تبعنا اللي كان احنا نشتغل عليها مشان نتحسن. اول شيء لازم نبلش بالاوزان الخفيفه اللي هي جراجولي، يعني نبلش تدريجي، ما لازم نطلع مره واحده على الاوزان، لازم نطلع شوي شوي جراجولي، نقوي العضله تبعتنا، لان العضله بدها وقت على ما تحمى. اي شيء في الدنيا ما بامكاننا نبلش فيه بشكل مباشر، لازم نبدا فيه شوي شوي، حبه حبه. يعني لازم تبلش اوزان خفيفه وتطلع فيها شوي شوي عشان تزيد القوه العضليه الموجوده عندك وتزيد اللود تبع التمرين بطريقه مناسبه انها تقوى العضله عندنا اثناء التمرين وفي فترات الراحه الموجوده عندنا. اليوم ان شاء الله حنعطي مثال بسيط على الدمبلز كان ممكن نستخدمه وشو التكرارات شو التمارين كنا نعمل. حنعطي مثال، طبعا في عندنا احنا عالم من التمارين كان نستخدم هذا الدمبلز في الطريقه والادوات، حتى في ادوات ثانيه بنستخدمها على الدمبلز عشان تحسن ادائنا والقوه العضليه اللي موجوده عندنا. مثال اول، انا حستخدم اوزان خفيفه اليوم مشان بدناش نتعب اثناء التمرين، حنستخدم ال5 باوند او ال10 باوند اثناء التمرين كمثال. اول شيء اذا بدك تشيل الدمبلز امرات تكون على ستاند، هو محطوط مش موجود على الارض زي هيك، على ستاند نستخدم دائما رجلينا وجسمك كامل اثناء حمل الوزن، لا تستخدم بس ظهرك، يعني هذه استخدام الظهر بس بغلط فيها معظم المبتدئين او خلينا نحكي الحديثين على التمرين اللي بدهم يستخدموا الماكينات او الاجهزه في النادي، بستخدم الوزن الخفيف، بستخدم الليكس تبعوني، بستخدم الجسم الكامل وبتنفس اثناء التمرين، نحمل الوزن بهذه الطريقه. حنعطي مثال خفيف على استخدام الدمبلز بهذه الوضعيه. اوكي، الان كان نعمل تمرين مثلا الفرونت شولدرز امام واحد، هذا التمرين مختص للأكتاف من الأمام، 2 3 اكسلنت، 1 2 3 4
بنركز بشيء اساسي ومهم جدا على عمليه النفس والوضعيه، انه ركب يكون متنين، ظهر ستريت، معدتي تايت مشدوده. نعطي تمارين ثانيه للشولدرز اللي هو سايد، 1 2 لمستوى الاكتاف، 3 4 5 اجين نتنفس بطريقه عميقه، 6 اكسلنت جوب. الان كان نعطي تمرين مش شرط للابر، الابر هو المقصود فيه المنطقه العلويه لايدي او للاكتاف عندي او منطقه الصدر. كان نعمل تمارين للليجز اللي هي اهم عضله بالجسم، تحتوي على اوعيه دمويه كبيره وعلى صمامات اللي هي لها دور رئيسي بارجاع الدم من الاطراف السفلى للقلب. لازم نركز عليها، كثير من الناس بس يجوا على النادي بيهملوا رجليهم. بالعكس انا بحكي لهم ان هاي من اهم عضلات الجسم، لها دور رئيسي في تقويه الجسم ولها دور رئيسي في عمليه ارجاع الدم للقلب. بنعمل تمرين اساسي مهم جدا هو تمرين سكوات، بتوسع رجليك، اوسع من الكتفين قليلا، ظهرك ستريت، دمبلز بكونوا بهذه الطريقه، تنزل شوي شوي، هاف سكوات لمستوى النص، بنرجع بنطلع، 1 نفس، 2 3 جود، 4 5 لاست 1 6 اوكي. هذا بنسميه احنا السكوات. في عندنا تمرين ثاني اللي هو وضعيه اللانجز، وضع رجل لقدام والثاني لورا، خلي رجل للخلفيه، ظهرك ستريت، جسمك مستقيم، الشولدرز داون، 1 2 3 النفس، 4 5 لاست 1 6 طبعا بنبدل الحركه، بنبدل رجلينا مشان الاستخدام، حط امام رجل الخلفيه للخلف، جسم ستريت، شولدرز، نفس، 1 اخذ النفس من الانف واخراجه من الفم، نظم النفس، نعمل 2 مور لاست 1 جود جوب. الان احنا هيك مررنا اللي هي الطرف السفلي الليجز الموجود عندنا، حركنا الكوادراسيبس، هامسترينج، الجلوتس، اشتغلوا بطريقه ممتازه. بامكاننا نعمل تمرين ثاني لاسفل الظهر. طبعا هذا التمرين الديد ليفت خلينا نحكي صعب وسهل بنفس الوقت، ولازم يكون عندك اشراف عليه. وضعيه ظهرك لازم تكون مستقيمه، تثني ركبك بشيء خفيف، ظهرك مستقيم، تنزل بهاي الوضعيه ستريت، نفس للاعلى، اجين تو مور لاست 1 ركز على عمليه النفس. برجع باكد على هذا التمرين، لا تعمله من تلقاء نفسك، خلي المدرب يكون موجود. منطقة صعبة خطرة فيها أعصاب، نخاع الشوكي بمر من هذه المنطقة، التيارات العصبية والأعصاب تكون طالعة من الفقرات الموجودة عندنا من هناك، فلازم يكون الكوتش المدرب موجود مشان يعطيك التكنيك السليم 100%. والآن نعمل تمارين للترايسبس من استخدام الدمبلز زي ما حكينا، ترجع إيدك تنزل، 1 2 3 4 5 6 7 لاست 1 ننزل شوي شوي على الشولدرز، بننزلها بطريقه بسيطه. الان ممكن اعطيك تمرين مشان نحكي على المره الجايه لتمرين ثاني باستخدام الاوزان، اللي هي الكومبلكس اكسرسايز. كومبلكس اكسرسايز هي تمارين معقده بنستخدم فيها اكثر من مجموعه عضليه اثناء التمرين. كل اللي عملناه الان استخدام عضله واحده اثناء التمرين مثل البايسبس او ترايسبس او الليجز، هذول التمارين باستخدام عضله واحده. الان نعطي مثال عن تمرين الكومبلكس، تمرين معقد بنستخدم فيه اكثر من مجموعه عضليه، وبالتالي احنا بنستفيد اكثر، بنحرق كميات سعرات حراريه اكبر، بصير عندنا الاستفاده اعلى، ان شاء الله بنحكي فيها بفقرات قادمه. كمثال واحد ممكن نعمل هي تمرين الديد مع الباي مع شولدر بريس بهذه الوضعيه، داون اب بايسبس شولدر بريس داون اجين، نركز على النفس، داون اب نفس بريس اب داون بايسبس داون، نعمل الديد ليفت اجين باي شولدر بريس اب، ننزل شوي شوي لاست 1 نركز على النفس زي ما حكينا، اب هامر اب بريس داون سلولي، رجع الاوزان شوي شوي للاسفل باستخدام رجلين والظهر بشكل كامل. اليوم زي ما حكينا فقرتنا
أعطاني مثال عن الدامبلز، إن شاء الله بالفقرات القادمة حنحكي عن استخدامات تانية وطرق تانية وتمرينات تانية كان نستعملها ونستفيد منها إن شاء الله تعالى. كان معكم الكابتن مجد طه، أخصائي الصحة واللياقة المدنية، إن شاء الله نشوفكم في فقرات قادمة.